مكرم أني أمر أتباعي أن يتركوا طريقة التجانية لأنها بدعة خرافة وكفر. قال وأنت؟ نعم، من قرأ تواليفك يعلم أنك عالم، إذن لا نحتاج أن نتكلف الذهاب إلى بلادك ونخرج ناسا من الطريقة التجانية، بل أنت أخرجهم منها. نعم، لو تكلم قل ما أردت أن تقول، تتكلم أتى أنها كلامه. قلت له ما هي الطريقة التجانية؟ قال لا أدري. من هو الشيخ التجاني؟ قال لا أدري. قلت ما هو الصواب؟ أنا أعلم الطريقة التجانية ما هي، وأعلم من هو الشيخ التجاني رضي الله عنه، أعلمهم جدا، وأنت لا تعلم أحدا منهما، تعلمني أو أعلمك؟ قال نعم، من يعلم شيئا هو الذي يعلمه. قلت له إذن سلني يعني طريقة التجانية ولا تعلمني. طريقة التجانية الاستغفار والصلاة على النبي ولا إله إلا الله. أينصح مسلم مسلما بترك الاستغفار؟ لا، الله يقول أن استغفروا ربك. قلت من كان معصوما من الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يقول إني لأستغفر الله في يوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. قلت من كان معصوما من الذنوب يقدر أن يترك الاستغفار؟ قلت له أما أنا وأنت لا بد لنا من الاستغفار. قال نعم. قلت له والصلاة على النبي، الله يقول صلوا عليه، ويقول الرسول الكريم من صلى عليه مرة صلى الله عليه 10 مرات، ينصح مسلم مسلما بترك هذا؟ قال لا. قلت له ينصح مسلم مسلما بترك لا إله إلا الله؟ قال لا. قلت له هذه طريقة جميلة، استغفار وصلاة على النبي ولا إله إلا الله، يقرأ صباحا ومساء،